مشاهدينا أهلا بكم من جديد في مرابحة. دعا محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج المؤسسات المالية الإسلامية إلى التعلم من أخطاء البنوك التقليدية خلال الأزمة المالية العالمية بزيادة الوعي بطرق التحكم في مخاطر السيولة، محذرا من تكرار ما حدث من تخبط في المؤسسات المالية التقليدية بسبب سوء استخدامها لأدوات أسواق المال قصيرة الأجل. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي للزميل محمد الباز من المنامة. محافظ مصرف البحرين المركزي دق ناقوس خطر ضعف السيولة في صناعة التمويل الإسلامي، وقال في كلمة ألقاها في افتتاح مؤتمر العمل المصرفي والمالي الإسلامي، قال إن محدودية السيولة وقصورها في إطفاء الخسائر من قبل صناعة التمويل التقليدي جاء متأخرا، ولا بد لصناعة التمويل الإسلامي أن تدرك ما حدث حتى لا ترتكب نفس الأخطاء، مشددا على حاجة المصارف الإسلامية إلى إدارة مخاطر سيولة جيدة. حجم الصناعة المصرفية الإسلامية يمكن يكون في حدود ما يزيد قليلا على تريليون دولار، وهو في واقع الأمر لا يشكل إلا 1% من مجموع الصناعة المصرفية في العالم، بينما عدد المسلمين يفوق ذلك بمرات، هم أكثر من 25% من مجموع. فالطلب يتزايد وحجم الودائع يتزايد، والضغوط على المصارف الإسلامية متنوعة. الأول في كفاية رأس المال بالنسبة حق هالمؤسسات. كثير من المؤسسات وصلت إلى مرحلة أن بالنسبة لكفاية رأس المال لم تعد تتناسب مع حجم الإيداعات اللي عندها والاستثمارات، وبالتالي هي مطالبة برفع هذه رؤوس الأموال إلى حد كبير. تزداد التحديات التي تواجه المصارف الإسلامية في سبيل الاحتفاظ بأصول عالية السيولة بسبب محدودية الأدوات الاستثمارية للبنوك الإسلامية وبسبب محدودية الأدوات المالية المتوافقة مع الشريعة، حتى أن الصكوك ما زالت لا تعتبر أساسا يعتمد عليه في الحصول على السيولة بشكل سريع، فإصداراتها محدودة، كما أن الصكوك لا تتمتع بنفس درجة سيولة السندات. ولو قامت مؤسسة مالية إسلامية بالاستثمار في الصكوك فلن تجد بسهولة مشتريا عندما تحتاج إلى ذلك. الصكوك ليست يعني متداولة بطريقة مناسبة، لأن في عدد قليل من الإصدارات فالطلب عليها بيكون كثير، فبالتالي أي بنك أو أي مستثمر يستثمر فيها يبقيها عنده وليس يعرضها للتداول مرة أخرى. أظهرت الأزمة المالية العالمية أن كثيرا من البنوك التقليدية كانت تملك رؤوس أموال قادرة على تغطية الخسائر إذا لجأت إلى تسهيل أصولها، ولكن لم تكن تلك الأموال تستطيع تغطية الخسائر على أساس مستدام. ولذلك تسعى معايير بازل 3 إلى ضمان بأن البنوك تملك سيولة كافية كما ونوعا تمكنها من إطفاء أي خسائر على أساس دائم. وهناك صعوبات عملية حقيقية في تنفيذ معايير بازل 3 على المؤسسات المالية الإسلامية، حيث يتوجب عليها الاحتفاظ برؤوس أموال كبيرة في ظل عدم وجود أدوات مالية قصيرة الأجل يمكن الاعتماد عليها لتوفير السيولة عند الحاجة. تبقى في المصارف الإسلامية كما هو الحال في المصارف التقليدية، ولكن تبقى في المصارف الإسلامية أنه لا يوجد الوفر الكافي من الصكوك التي يمكن تداولها في السوق لترتيب متطلبات المصارف من السيولة على المدى القصير بشكل سريع لشح وجود هذه الصكوك. وعليه هناك مطلب مهم تتقدم به ويجب أن تتقدم به المصارف الإسلامية لعموم الحكومات في دول العالم الإسلامي بإصدار مزيد من الصكوك لتلبية حاجة المصارف الإسلامية من وضع أصول على ميزانيتها ممكن تحويلها إلى سيولة في وقت قصير. البنوك الإسلامية لديها سيولة فائضة لكنها لا تعرف كيف تستثمرها، ولا توجد أدوات مالية قصيرة الأجل يمكن الاعتماد عليها. ومن مفارقات الأزمة المالية العالمية أن البنوك الإسلامية قد تكون أكثر المتضررين من تدني أسعار الفائدة، فتمويلات المرابحة أصبحت قليلة العدد والعائد. محمد الباز، سين بي سي عربية، البحرين.
قال رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المتحد حمد المرزوق إن استمرار البنوك أخذ المخصصات مرتبط بكيفية تطور البيئة التشغيلية وتفعيل مشروعات خطة التنمية. جاء ذلك في تصريح لCNBC عربية مع إعلان البنك عن تحقيق أرباح بقيمة 24 مليون دينار كويتي في الأشهر التسعة الأولى من العام بنسبة نمو بلغت 23% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. طبعا استطاع البنك الأهلي المتحد أن يحقق أرباح جيدة بلغت 24.2 للتسعة شهور الأولى من 2011 مقارنة مع 19.5 مليون دينار كويتي للفترة المقابلة من العام الماضي. الأسباب الرئيسية لزيادة في الأرباح تعود لتحسن الهوامش على العوائد التمويلية للبنك، وأيضا تعود لانخفاض مستوى المخصصات المطلوب تكوينها عن العام الماضي. والأرباح تحققت بالرغم من أن الظروف الاقتصادية بشكل عام كانت المحلية كانت غير مؤاتية، لم يشهد القطاع المصرفي أي نمو يذكر خلال هذا العام، وأيضا تحققت هذه الأرباح بالرغم من أن البنك الأهلي المتحد كون مخصصات عامة بلغت حوالي 10.5 مليون. كل المخصصات اللي كونها خلال التسعة شهور الماضية واللي بلغت حوالي 32% من الأرباح التشغيلية كانت مخصصات عامة، أي يعني مخصصات تحوطية، هي لم يتم تكوينها لمواجهة قروض محددة بعينها، وإنما كانت لمواجهة يعني أي مخاطر مستقبلية. حياتك نتكلم بصورة عامة على القطاع المصرفي، حياتك تعتقد أنه سياسة أخذ المخصصات ستستمر بنفس الوتيرة خلال المرحلة القادمة إذا استمر الوضع على ما هو عليه؟ يعني ستستمر البنوك في تجنيب المخصصات بنفس الوتيرة التي شاهدناها في الفترة السابقة إذا استمر الحال والوضع الاقتصادي على ما هو عليه؟ لو تلاحظين الترند من 2009 و2010 و2011 هناك انخفاض تدريجي في مستوى المخصصات المكون من قبل البنوك المحلية بشكل عام كمعدل، وأتوقع أن خلال الفترة المقبلة خلال السنوات الثنتين ثلاث المقبلات أن تنخفض حجم المخصصات المكونة تدريجيا عن المعدل العام. يعني احنا نتكلم يعني المعدل الطبيعي لتكوين المخصصات يتعين ما يتجاوز 0.5% إلى 1% من حجم محفظة التسهيلات الائتمانية، وأتوقع أن نصل إلى هذه المعدلات الطبيعية خلال إن شاء الله السنتين القادمتين. دعا خالد الجناحي الرئيس التنفيذي لمجموعة دار المال الإسلامي إلى ضرورة استخدام الفوائض المالية في الدول الخليجية في مشاريع البنية التحتية في دول الربيع العربية، وأضاف الجناحي أن هذه المشاريع تحتاج لضخ نحو $2 تريليون خلال 15 عاما مما سيوفر فرصا وظيفية للعاطلين عن العمل. العالم العربي يحتاج إلى 85 مليون وظيفة جديدة خلال 10 سنوات القادمة، وأنا في تصور أن صراحة هذا نريد نبتدي فيه من اليوم وليس من نفكر فيه على موضوع 5 و6 و7 سنين. فالمعالجة لازم تكون معالجة آنية، معالجة سريعة جدا. القطاع المالي العربي هو جزء صغير من الموضوع هذا، لأن في نهاية المطاف الدول العربية اليوم أنت من وين بتجيب لك وظائف؟ لأن أنت تحتاج لك طبعا وظائف في مصر في تونس وبلدان أخرى بما يقارب 10-12 مليون وظيفة خلال السنتين القادمتين عشان توقف الزحف. اليوم أنت صحيح عندك، يعني أنا ما أتكلم عن الربيع العربي وما يسمى بالربيع العربي، الناس طلعوا في الشوارع، مشكلة غلاء، مشكلة وظائف، مشكلة عدم أنهم ما لهم صوت في اللي بيحصل في البلد، فكل ثلاث مشاكل موجودة. فإذا في اليوم مع المشاكل هذه ففي مصر مثلا على سبيل المثال وأكبر دولة عربية، ومصر في نهاية المطاف لا ننسى مصر 85 مليون شخص في مصر، مصر دائما كانت وستكون في المستقبل هي مجهر المحل العربي، الكل العربي اللي بيصير في مصر بيأثر على الآخرين في الدول العربية. فإحنا لا كلنا كعرب لا نتحمل أن المشكلة المصرية الموجودة اليوم تتعمق أكثر وأكثر، وإذا ما فكرنا في خلق وظائف إحنا مو نتكلم مع الأمريكان عندهم مشاكلهم، الأوروبيين عندهم مشاكلهم، وين بيجيب لك الفلوس؟ يمكن ناخذ أفكارهم، يمكن ناخذ
مساعداتهم في أمور أخرى، إنما ضخ الأموال فقط يجي من العرب نفسهم. دخلنا دول الخليج على سبيل المثال، معظم دول الخليج اليوم ميزانياتهم مبنية على 80 دولار للبترول فقط. الفرقية 20 مليون بيعطيهم 300 إلى 350 بليون دولار زيادة في استحقاقاتها. وين تروح الفلوس؟ تروح على نشتري احنا خزانة، أوراق الخزانة الأمريكية، أو تروح في بعض المساهمات. فيفضل أن نستخدم هاي الأموال في استثمارها في بلدان عربية من البلدان الخليج وبلدان أخرى مثل مصر، خصوصا مصر، في ما يسمى بالإنفراستراكشر، البنية التحتية. فالبنية التحتية الطريقة الوحيدة اللي احنا بنجيب وظائف بسرعة في البلدان هذه، البلدان العربية. وما شاء الله نحتاج إلى استثمار كبير جدا في البنية التحتية على مدى 15 سنة القادمة، فوق التريليونين دولار من الدول العربية. فلو بدينا اليوم نخلق وظائف بسرعة، فاستثمار الأموال هذه الخليجية في الدول العربية سيكون له عدة يعني إيجابيات. إيجابي الأول، أن لما عندك جارك مرتاح وماشي أنت بتكون مرتاح وماشي، مهم جدا، بيكون في ستابيليتي، بيكون في استمرارية في الموضوع. ثانيا، احنا كلنا مثل ما قلت لك مصر دولة مهمة جدا، لو مصر احترقت كلنا احترق. فلا يمكن احنا نظرة تكون مو نظرة آنية، نظرة احنا عندنا نظرة مستقبلية في الدول العربية. فنرجع على موضوع البنوك أو المؤسسات المالية العربية، يمكن تساعد في الأمور هذه من ضخ بعض الأموال عن طريقهم في الاستثمارات، إنما الاستثمارات الكبيرة يجب أن تأتي من الحكومات الخليجية. لكن هذه الأموال الكبيرة التي تحدث عنها والموجودة في المصارف العربية بشكل عام، يقول البعض بأنها قد تواجه عقبات تشريعية، عقبات قوانين موجودة في بعض الدول. لا، معظم الأموال اللي نتكلم عنها ليست موجودة في المصارف العربية، معظمها هذه surpluses موجودة في أمريكا. نشتري إحنا الخزانة الأمريكية، نشتري الدولار، ونشتري أشياء أسهم مساهمات برا، معظم الأموال. لأن أنت البنوك العربية كلها على بعض ما عندها الأموال هذه. أنت البنوك العربية كلهم على بعض خليهم، لو تأخذ الأسيتس الموجودات ما تساوي سيتي بنك. لكن هل دخول هذه الأموال لتلك الدول التي تحتاج إليها ميسر؟ الأموال موجودة. إذا إحنا تكلمنا عن البترول اليوم، بترول سعره 100 وحاطين في ميزانيات 80، فعندك أنت الفائض هذه 20 دولار بالبرل. يا جماعة خلنا نحسب الحسبة هذه، مو موضوع أنك جايين الأمريكان عن طريق أوبك معطين 250 مليون دولار لعشر بنوك مصرية لدعم الاسميز، و250 مليون دولار ل16 بنك في الأردن لدعم الاسميز. هاي ال250 مليون صحيح تخلق بعض الوظائف، بس وظائف قليلة جدا. وإحنا مو موضوع أنا والله اليوم نفكر أن أمريكا تساعد ولا مين يساعد، إحنا اليوم لازم نفكر المستقبل الأجيال القادمة في دولنا كلنا، دول عربية. فأنا كواحد من أي بلد كان، أنا أفكر في مو فقط في أولادي، أفكر في أحفادي اليوم، لأن أولادي بيدفعون الثمن، بيدفعون ثمن، بس أحفادي على الأقل بيعيشون كلهم، كل أحفاد هذول العربية. لازم نفكر في المستقبل، إن إحنا نضخ الأموال اليوم عشان يكون في استمرارية، عشان خلق وظائف، زين، أساس مستقبل هذول اللي جايين الأجيال القادمة ما نبهدلهم. انتهت حلقة مرابحة لهذا الأسبوع، نتمنى أن نلقاكم الأسبوع المقبل وفي الموعد نفسه مع حلقة أخرى. وللتواصل معنا حول الاستفسارات والتعليقات، الرجاء المراسلة على البريد الإلكتروني مرابحة@cnbcعربية.com. وللاطلاع على آخر المستجدات الاقتصادية وأيضا التطورات في القطاع المالي الإسلامي، زوروا موقعنا الإلكتروني cnbcعربية.com، وكذلك على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر ويوتيوب. شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.